هاي الشغلة أنا اكتسبتها من والدي، والدي هم اكتسبها من والده، فيقولون صار لها تقريبا 200 سنة أكثر، هي نفس الصناعة يشتغلون بها. فهاي احنا سمونا بيت الكواز لان كان نشتغل بالكوازة يعني بالفخارة. يلا نسي بابا ثم ما نحكي صحة عشي بابا مقام اول شيء هو تنور الطين من قديم الازل، هو تنور الطين نستخدمه احنا، هو خبزته اطيب تطلع ويحافظ على الحرارة اكثر.